معهد كشقالها الدولية الصومالية لان يا توبر وسوق جبجبي يقار كمدة شقالها وسارة داريمها الدولية الصومالية لان ففاين توبر كني واحد ينوي جي وريها جب بقرة أحمد عبدي معهد كهيدا شقالها الصومالية لان يا واحد ومانتا توبر وسوق جبجبي شقال وينها وسارة داريمها الدولية الصومالية لان شقالها هني يا واحد توبر كني قادني ينمدشم بلادة مناسبة دني لجو قدون سيني شهادوين كشقالها وسارة داريمها الدولية إسكاش عالمي يا واحد كسوق جب جلي وزير كوزارة داريمها الدولية الصومالية لان دكتور سعد علي الشرع وزير دولها وزارة داريمها الدولية الصومالية محمد محل بقرة قدوميها هيدا شغالها الصومالي لان شرمارك محمد جيلي يقدوميها معد كهيدا شغالها الصومالي لان مناسبة دني اللي جو دون سنين شهادوين كا شغال وينها وسارة داريمها دبده الصومالي لان أي واحد وجهر انتي كا اللي قدوميها معد كهيدا شغالها الصومالي لان وكور بحيي توبر كني يا وحيابها ودارنا وكدي ردي هناي قاب كدوان قابك توبر هذا لو بحين شري أهير جريان وحاق سيدونا إن وسيرك دكتور سعد يوسيرك معدن تأييهين لبدا وسير الشقاله وذا الناس وردره إنت عن قيمة وصامعين توبراكم كورا قاتل بحوية إيان مكا أولاها رمك ليلة قرية وحاولاها ورمك اللي قاعدو توبر هذا نوعاني وتوبر هذا عيارنك الناس ودهين عن طبق الله قفكوحي وبكتين وكفة إيدي إيان كلا جيست كله واحد يسقون على كاسكا اللي وزير دولة وزارة داريمها دبدة الصومالي لان محمد محل بقرة هذا اللي يهجرني وقصو شيء دي شقالة وينها وزارة داسي راه إن السنة ده سو صعدة أو دو ولا تب سنتين عيدين إن الكل وحيل اللي قدونا فكان صاحب اللي قدونا ووزير كورن نوبي أو ما تمو هاي ما في عن نمرة تبقى إلى وزارة خارج وقتها geesta kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqalaha Soomaaliland Sharmarke Muhammad Geelle oo isaguna halkaas ka warbixiyay tababarkan iyo xiyaabaha ku saabsanaa geesta kalena ku amaanay macadka hay'adda shaqalaha dadaalka ugu jiro tayeynta shaqalaha dawladda إنه مددية ما كرر ميرنا، سدى ما كرر فايل بورين، القفط تعبوا جليل وقنتي سكرسوا، إن ما هو سلام القطو، واحد يسكب عفرا على تاس القطو، مكان سوء مهلو يلا نيا، القفط دراما وقنتي شهادة هو كرر مرة، إن النورش يسنا كرر ميرنا بس قادرسوا. ugu dambeyntii waxa munaasabadda ay soo afmeeray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo uga mahad celiyay hay'adda shaqalaha Soomaaliland iyo macadka hay'adda shaqalaha Soomaaliland sida fiican ay ugu hawlan yihiin sida ay u tayeen lahaayeen shaqalaha dawladda Soomaaliland macadka maamulkiisa iyo macallimiintiisa ku dadaalay waagar baxay sida ay ugu soo dhiibanayeen goob kasta oo laga shaqeeyo hantida ugu qiimaha badan ee leedahay waxa weeye waa shaqaalaha goobta hay'adda shaqadeeda iyo tamarteeduba waxay ku xiran yihiin aqoonta shaqaalaha ugu dambeyntii waxaa halkaasi qof qof lagu gudoonsiiyey shahaadadii uu mutaystay boqor axmed cabdi somali news tv hargeysa